تباحث السيد محمد الشيخ بيد الله رئيس مجلس المستشارين في اجتماع مع وفد برلماني عن حزب الوحدة المواطنة الأرجنتيني حول العلاقات بين المغرب والأرجنتين وأهمية الدفع بها عن طريق البرلمان، وكذلك التحولات الأمنية في منطقة الساحل والصحراء وانعكاساتها السلبية على دول المنطقة. ناقشنا مع الوفد الأرجنتيني مع السيد راشد مارتينيز العلاقات بين المملكة المغربية و الأرجنتين، وكذلك الوضع في جنوب المملكة والتحولات الأمنية التي عرفناها في منطقة الساحل والصحراء وانعكاساتها السلبية على منطقة شمال إفريقيا وعلى كذلك منطقة البحر المتوسط، وكيف يمكن أن نحسن العلاقات بين المجلسين وبين البرلمانين وتبادل الخبرات وإحداث إن شاء الله لجنة صداقة بين السيناتو الأرجنتيني ومجلس المستشارين للمملكة المغربية. كما تطرقت المباحثات لقضية الوحدة الترابية وأهمية مقترح الحكم الذاتي كحل نهائي لتسوية النزاع وتحقيق الاندماج والتكامل المغاربي.